تجري الجمعة ورايتنا تفن، افرحي يا بنتي وامي بالغطاوي. مرحبا يا مرحبا دني تعنى، كالشيوخ وما الطيوف وكل هاوي. مرحبا يا مرحبا. أيها المشاهدين الأعزاء، أيها المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. هذه الانطلاقة أمامكم، انطلاقة الشوط الثالث ما بعد صلاة العصر، وقد خصصت للقاية قعدان لأبناء الغباء وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان قمرتين أبيض مقدمة من اللجنة المنظمة لسباق الهجن، وأيضا جوائز نقدية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين وجميع الملاك والمضمرين. هاي الانطلاقة أمامكم، تقريبا 600 متر قطعنا، ونحن بدورنا سوف نقوم بالتعرف على أصحاب المراكز العشرة الأولى والمقدمة في هذه اللحظات. نصل إلى مقدمة هذا الشوط. اللي في المركز الأول أرى شعار السيد علي بن حليس العفاري حامل الرقم 49. العموم من وقع الشعار للسيد علي بن حليس العفاري، أما الدور دور المركز الثاني. اللي هو الناموس السيد علي بن حليس العفاري هو صاحب المركز الأول، الدور دور المركز الثاني. دور المركز الثاني اللي في هذه اللحظات يتسلل للسيد فرج فرج بن محمد بن فرج المنصوري من واقع الشعار. أما الدور فهو دور المركز الثالث، دور المركز الثالث في هذه اللحظات. اللي ياخذ المركز الثالث في هذه اللحظة مشهور للسيد الحميدي بن الشجاع بن علي المري، هذا هو اللي احتل المركز الثالث. أما الدور فهو دور المركز الرابع، المركز الرابع شعار حبيب بن محمود بن حبيب اللي هو زعفران للسيد حبيب بن محمود بن حبيب. أما النقلة فهي على المركز الخامس، النقلة على المركز الخامس اللي هو عمار، وعمار تعود مكيته للسيد جابر بن سعد بن عليان المري. دور المركز السادس شعار الدرمكي للسيد خليفة بن حاسوم الدرمكي من واقع الشعار، ولكن رغمه غير واضح حتى هذه اللحظات. في المركز السادس اللي هو شاهين لخليفة بن حاسوم الدرمكي. أما المركز السابع، دور المركز السابع اللي هو أسرار للسيد عبد الله بن عيسى بن فنوشة العامري المنصوري. أما المركز الثامن للسيد سالم بن مطر بن حاده الاكتبي هو اللي في المركز الثامن. نقله على المركز التاسع اللي هو شاهين للسيد حمد بن عبيد بن حضيرم الاكتبي. والمركز العاشر اللي غير من هناك شعار السيد مبارك بن سالم بن خجيم المري. هذه العشر المراكز المتقدمه ويانا حتى هذه اللحظات، اذعناها على حضراتكم كامله مكمله، ومتبقي تقريبا 2500 متر، 2500 متر تفصلنا عن خط النهاية وعن السويك، عن السويك السيارة، ومن هو صاحب الحظ الأوفر الذي بيحظى بسويك وبالزعفران وبالناموس. زعفران غير في هذه اللحظات بالمركز الأول، أول ما طرينا له الزعفران انتقل إلى المركز الأول. زعفران للسيد حبيب بن محمود بن حبيب، الدور دور المركز الثاني اللي هو ملاوي تعود ملكيته للسيد احمد بن محمد بن فري المنصوري. الدور دور المنصور في المركز، الناموس في المركز الثالث في هذه اللحظات، الناموس تعود ملكيته للسيد علي بن حليس العفاري. الله، شعار رعد، شعار رعد في السنين الماضيه. هنا النقله، النقله على المركز الرابع،
مشهور في المركز الرابع للسيد الحميدي بالشجاع المري، أما شاهين فهو ياخذ المركز الخامس في هذه اللحظات. السيد خليفة بن حاسوم الدرمكي والكيلومترين الأخيرين، المركز السادس في هذه اللحظة اللي هو عمار، عمار تعود مكيته للسيد جابر بن سعد بن عليون. الله، أنا أراهن على أن هذا القعود من سلالة الباسل. المركز السابع وصلكم بمظفر الحاسم للسيد سعيد بن مظفر العامري راعي الشوط الرئيسي في هذا المساء، ها هو في المركز السابع. أما المركز الثامن بودريس أبيض وأصفر حامل رقم 152، أول ندالة على فكرة السيد محمد بن غريب بن راشد الكتبي اللي هو بديع اللي غير بن غريب قعود اللي غير في هذه اللحظات على المركز الثامن. أما اللي هو بديع، لكن المركز التاسع حامل رقم 152 لحد الآن ما تعرفنا عليه اللي هو مبلش للسيد احمد بن حسين القرشي، والقرشي. والمركز العاشر للسيد محمد بن قحيد المهيري. هذه العشر المراكز بالنداء الثاني، والله يا الدرمكي، الله يا الدرمكي ويا شاهين. شاهين يقود الصداره في هذه اللحظات، شاهين للسيد خليفه بن حاسوم الدرمكي. ولكن وين بتروح؟ وين يا ابو احمد؟ روح اذا بطيع الشور روح، ولكن الشور ما يكفي الحاله، ما يكفي الا السبوق يا ابو احمد، ما يكفي الا السبوق. العفاري واصلك في هذه اللحظات على ظهر الناموس، ويبى الناموس للسيد علي بن حليس العفاري، والكيلومتر الاخير امامكم، وايضا السياره امامكم، والمراكز المتاخره ورائكم، ومن يبى قدام. يلا 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 الله. وايضا معروف يدخل، معروف اول نداء لمعروف للسيد محمد بن قحيد المهيري. الله، وايضا ايش مهم 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 للسيد سعيد بن محمد بن عويضان العامري. الله 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 الله، شوبا عدو شوبا خلي. الله، المعركة طاحنا في مقدمة الشوط. الله يا مهم 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 للسيد سعيد بن محمد بن عويضان العامري. ولكن الناموس 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 السيد علي بن حليس العفاري بن غريب واصل. بديع يبدع، بديع يخترق، بديع. الله 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 الله، اشكرك اشكرك يا محمد يا محمد يا بن قريب يا بن راشد لاكتبي. الله، واشكرك يا الحميدي يا بن سالم يا العمري، اشكرك. تعرف متى تقتنص المركز الاول. يلا 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 يا بن قريب، بدع يا بديع وبدع يا بن قريب. الله 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 الله، والتهاني منقوله الى قيلد فيلق الجبيب السيد محمد بن قريب بن راشد لاكتبي. الله، فعلا فعلا هو من ياخذ المركز الاول، وهو من يعرف ايضا يعرف وين ياخذ المركز الاول. هذا الشاب دائما وابدا معودنا معودنا على الناموس، السيد محمد بن قريب بن راشد اكتبي. تهانينا والناموس على فوز بديع، وايضا التهاني للحميدي بن سالم العمري اللي يقوم بعمليه تضمير مهم في المركز الثاني للسيد سعيد بن محمد بن عويضان. الناموس في المركز الثالث للسيد علي بن حليس العفاري. المركز الرابع السيد خالد بن مطر بن فرح الكتبي. المركز الخامس لسعيد بفنوشة المنصوري. والمركز السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر تتولاها لجنة خط النهاية. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء، وشاهدتوا حصول بديع على المركز الأول وفوز بهذه السيارة. تهانينا والناموس السيد محمد بن قريب بن راشد الكتبي. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 8:07:18. تهانينا للسيد محمد بن قريب بن راشد الكتبي. أما المركز الثاني أيضا نافس وأيضا قدم عرض يشكر عليه. تهانينا والناموس على فوز مهم للسيد سعيد بن محمد بن عويضان العامري. توقيت الزمني 8:09:11. نرى ايضا اللي في المركز الثالث ايضا قدم عرض يشكر عليه الناموس. تهانينا للسيد علي بن حليس العفاري مالك الناموس. وتوقيت الزمني 8:09:23
لحظات ومن ثم نتواصل مع انطلاقة الشوط الرابع.